محمد تاج الدين الحسيني من مواليد مدينة مكناس، ولكن الأصول العائلية من مدينة الريصاني في جنوب المغرب. فعلا اهتمامي بالمجال الدبلوماسي والعلمي أخذ مني الوقت الكبير، فأنا قبل كل شيء أستاذ جامعي في كلية الحقوق لجامعة محمد الخامس بالرباط، كنت أدرس مادة القانون الدولي الاقتصادي والعلاقات الدولية والنظام الدولي إلى آخره. ثم أكثر من هذا لدي اهتمام بالمجال الدبلوماسي، لدرجة أن النادي الدبلوماسي المغربي اعتبرني من بين أعضائه الشرفيين، وحققت في هذا المجال، بادرت بعدة جهود ليس فقط على المستوى الدبلوماسي ولكن حتى على المستوى الأكاديمي. علاقاتي بأكاديمية المملكة المغربية كخبير ابتدأت منذ منتصف أو أوائل الثمانينات من القرن الماضي، ولا أزال أذكر المرحوم عبد اللطيف بربيش الذي كان أمين عاما لأكاديمية المملكة، كان كل ما أوصاه الملك الراحل الحسن الثاني بمناقشة موضوع يهم القانون الدولي والعلاقات الدولية إلا اتصل بي ليس عن طريق الإداري ولكن بالهاتف شخصيا يلح علي في أن أكون من المشاركين في مناقشة ذلك الموضوع. وبالتالي ناقشت عدة مواضيع تهم قضية حماية حقوق الإنسان، قضية ما يسمى بحق التدخل في المجتمع الدولي، لدرجة أنني قمت بتأليف كتاب حول حق التدخل في المجتمع الدولي. كذلك ناقشنا مواضيع تهم الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية وخاصة في فلسطين ووضعية القدس. وبالمناسبة لا أزال أذكر أن تلك الندوة كنا عقدناها في الأردن، وقد سافر معي إلى الأردن هناك شخصية ربما ستكون فريدة من نوعها في العالم، وهو شخصية نيل أرمسترونغ الوحيد الذي تمشى فوق سطح القمر. شخصيا كنت أعتقد أن الغولف هو رياضة للطبقات البرجوازية فقط، أو يتميز بنوع من التعالي أو شيء آخر، ولكن عندما اكتشفته وجدت فيه حقا لعبة رائعة على مستوى تفريج عن النفس، على مستوى الابتعاد عن مشاكل الحياة، على مستوى المشي دون أن يشعر المرء بأنه يمارس المشي. فكنا نمشي 4 ساعات دون توقف وننتهي نقول ربما مرت فقط ربع ساعة ليس أكثر. الآن تقريبا هذه حوالي 30 سنة وأنا أمارس هذه الرياضة، أشارك في عديد من المباريات سواء في الصعيد الوطني أو في الصعيد الدولي، فزت بعدة جوائز وعدة ميداليات. لكن أهم جائزة هي أن الإنسان عندما يلعب الغولف يشعر بأنه ابتعد عن العالم المليء بالضجيج والمليء بالمشاكل وفرغ ذهنه من كل القضايا الشائكة.